نبدأ بموضوعنا الأول إذن، ويوم جديد يمر على الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، ومع مروره تتلاشى الآمال في العثور على مزيد من الأحياء تحت الركام. أعمال الإغاثة استمرت في مناطق وتعثرت في أخرى لأسباب متعددة، ولكن كما يقال لا حياة بدون أمل. تمكنت فرق الإنقاذ في تركيا وتحديدا في هاتاي من انتشال أم وأولادها الثلاثة وهم على قيد الحياة من تحت الأنقاض بعد 108 ساعات على الزلزال. أما في ولاية كهرمان مرعش، نجحت الفرق في انتشال طفلة سورية تدعى فاطمة من تحت أنقاض منزلها في قضاء البستان بعد مرور 104 ساعات على الزلزال. ونجحت الفرق كذلك في نفس المدينة من إنقاذ شخص يدعى حسين بعد مرور 105 ساعات على الزلزال. في أنطاكيا تكللت جهود المسعفين بالعثور على رضيع عمره 10 أيام فقط، ظل حيا لأربعة أيام ووالدته ما تحت مبنى منهار، ظل حيا مع والدته. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أقر للمرة الأولى بأن جهود الإغاثة التي تبذلها حكومته في أعقاب الزلزال المدمر لا تمضي بالسرعة المأمولة. وقال أردوغان خلال تفقده مدينة أديمان في الجنوب التركي والتي تضررت بشدة، قال إنه للأسف العديد من المباني تضررت إلى حد لم يتم التمكن معه من تسريع الاستجابة بالقدر الذي كان يتمناه أو كانت تتمناه فرق الإنقاذ. وفيما تواصل الهيئات الإغاثية في تركيا عملها، أعلن الدفاع المدني المتمثل في الخوذ البيضاء انتهاء عملية البحث والإنقاذ أو إنقاذ العالقين تحت الأنقاض في المناطق المنكوبة بالزلزال شمال غربي سوريا، والبدء بعملية البحث والانتشال بعد شبه انعدام وجود أحياء. تقرير الدفاع المدني أشار إلى أن الفرص بدأت بالتضاؤل بعد مرور 72 ساعة على الزلزال بسبب الصعوبات الكبيرة التي واجهت فرق الإنقاذ من شح الوقود اللازم لتشغيل الآليات الثقيلة لساعات أطول، إضافة للانتشار الجغرافي الكبير للدمار. الحصيلة الأكبر للضحايا كانت في مدينة جنديرس بريف عفرين التي وصلت فيها أعداد الضحايا لأكثر من 513 وفاة، وتمكنت المنظمة من إنقاذ 831 مدنيا على قيد الحياة من بين الركام في هذه المدينة التي كانت لها الحصيلة الأكبر في عدد المباني المدمرة بواقع 200 مبنى مدمر بشكل كامل و500 مبنى بشكل جزئي. وفي ظل اتهامات طالت المجتمع الدولي متهمة إياه بعدم الاكتراث إلى النداءات الإنسانية التي أطلقها الدفاع المدني السوري، أعلن منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارتن جريفيث تخصيص 25 مليون دولار إضافية من الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ، وذلك لدعم المساعدات الإنسانية في سوريا بعد الزلزال الذي ضرب البلاد. ولكن يبقى السؤال حول سبب الحجم الكبير من الخسائر في الأرواح والبنايات. الجواب كان اليوم على لسان مدير عام الحد من مخاطر الزلازل في إدارة الكوارث والطوارئ التركية. قال إن الطاقة المنبعثة من الزلزال والذي بلغت قوته 7.7 درجات تعادل طاقة 500 قنبلة ذرية، الأمر الذي فسر الدمار الكبير في البنية التحتية. أكدت الإدارة أن المنطقة سجلت أكثر من 2000 هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزال الرئيسي فجر الاثنين الماضي. وقوفا عند آخر حصيلة لأعداد الضحايا، تجاوزت أعداد قتلى زلزال تركيا وسوريا حاجز 26,000، فيما بلغت أعداد الجرحى 80,000 جريح. للمزيد من المعلومات الآن والمعلومات المحدثة، نرحب الآن مباشرة من اسطنبول بمراسل المشهد هناك ربيع الصعوب. أهلا بك ربيع. أولا يعني في ظل آخر المستجدات أو الحديث عن آخر المستجدات التي لديك، هناك تقارير إعلامية تتحدث عن حملة إيقافات أو عمليات إيقاف لرجال أعمال ومهندسين. رجال أعمال يقال أنهم يملكون بنايات تحطمت أو تدمرت في هذا الزلزال الذي حصل في تركيا. ما آخر التفاصيل التي لديك حول هذا الموضوع؟
نعم، متعهدين ومقاولين ومهندسين أشرفوا على بناء كثير من البنايات التي تحطمت. 12,000 بناية في تركيا أصبحت ركام بعد هذا الزلزال. حملة الاعتقالات واسعة وفي كافة المحافظات، حتى أن الاعتقالات وصلت إلى دول أخرى مثل قبرص التركية التي اعتقل فيها رجل أعمال فر هاربا مع مبلغ كبير من المال. هذا ما حاوله أيضا رجل أعمال البارحة الفرار من مطار اسطنبول، حيث سحب مبالغ نقدية كبيرة من عدة بنوك، وهو ما لفت نظرها فأبلغت السلطات، فتابعته السلطات فاكتشفت أنه متعهد لمبنى ضخم في هاتاي، مجمع سكني فيه 250 شقة سقطت تماما في الثواني الأولى من الزلزال، وكان تحته 1000 شخص. هذا المجمع حديث، بني عام 2013 ولم يتحمل ثواني معدودة مع الزلزال ليسقط. هذا نموذج بثه التلفزيون الرسمي وهو يحاول الهرب، حتى اعتقلته السلطات التركية. أيضا عندما نتحدث عن عدد الاعتقالات لغاية هذه اللحظة، طبعا هي مستمرة وفي تحديث دائم، 45 متعهد ومقاول ومهندس تم اعتقالهم حتى هذه اللحظة، والقوائم تزداد بكثير من هذه الأسماء، والتحقيقات بدأت بالفعل حول مدى كفاءة الأبنية في تركيا ومن يتحمل هذا السبب. كثير من الأبنية في وسط الزلزال ظلت ثابتة، هناك قرية مثلا في هاتاي لم يسقط فيها منزل واحد ولم يحصل فيها أي وفاة، لكن سكانها خرجوا من باب الاحتراز، ولكن بناها متعهد واحد يبدو أنه أتقن بناءها، وهو ما تتناقله وسائل الإعلام التركية بكثرة. لماذا هذا السقوط المدوي في بلد ذو نشاط زلزالي ومعروف بأنه حصل فيه كثير من الزلازل في السنوات الأخيرة؟ نعم. أيضا هناك حملة اعتقالات مستمرة على موضوع نشر الأخبار الكاذبة. نعم ربيع، طالما أننا أصبحنا تقريبا في فترة ما بعد الزلزال أو فترة ما بعد الإنقاذ، إنقاذ الأرواح، الذين أصبحوا بلا مأوى أين يبيتون الآن؟ أين هم موجودون؟ الحكومة تتحدث عن إسكان 1,000,000 شخص في مساكن مؤقتة، وعندما نتحدث عن مساكن مؤقتة نتحدث عن الخيم، السكنات الجامعية، المراكز الثقافية، الملاعب، وكثير من الفنادق في الولايات المحيطة مثل أنطاليا وإسطنبول والولايات المحيطة بالمناطق المنكوبة. أيضا الحكومة قالت إنها مستعدة لدفع إيجار عام كامل للعائلات التي تضررت حتى تسكن في مساكن مؤقتة ثم تسلم بيوتها بعد عام من الآن. الرئيس التركي اليوم كان واضحا عندما تحدث عن خطة لإعادة النهوض بالمناطق المنكوبة، وقال إن المنازل الجديدة والمحلات التجارية والبنايات التي دمرت ستسلم مرة أخرى بعد إعادة إعمارها في عام تماما، وتحدث عن مساعدات مادية كثيرة. 1,000,000 شخص يسكن في مساكن مؤقتة، أكثر من 100,000 شخص نزح من المناطق المنكوبة للولايات القريبة، ربما عند أقاربهم أو أصدقائهم أو إلى الفنادق أو أماكن أخرى أيضا للمبيت. كثير من السكان يخشى الذهاب إلى المنازل المتصدعة، خصوصا أن سيناريو وفاة 10 أشخاص ذهبوا إلى منزلهم المتصدع بعد نهاية الزلزال الأول، حتى حصل الزلزال الثاني وهم يجمعون أغراضهم من منازلهم فسقط المبنى عليهم ولقوا حتفهم جميعا. هذا ما يتناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات المحلية هنا. لذا هناك خطر من المنازل المتصدعة، وهذا ما تقول به الحكومة. الحكومة تدعو السكان إلى عدم الاقتراب، وليس الذهاب والمبيت، الاقتراب من المساكن المتصدعة لأنها ستسقط. ونحن نتحدث الآن 1972 هزة ارتدادية وكثير من الزلازل ربما في طريقها إلى هنا. الحكومة تحذر دائما وخصوصا في المنطقة المنكوبة. نعم. شكرا جزيلا لك ربيع على كل هذه التفاصيل والمعطيات. إذن كان معنا مباشرة من اسطنبول مراسل المشهد ربيع الصعوب. ما زلنا نتواصل في نقاش في هذا الموضوع، موضوع زلزال وتبعات زلزال، ونرحب الآن مباشرة من اسطنبول بالسيد أمرا كايا، نائب الرئيس ومسؤول العلاقات الخارجية بهيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات IHH. أهلا بك معنا في المشهد الليلة. وأولا والسؤال الأول، هل دخلنا مرحلة أصبح فيها الأمل أو أصبح فيها الأمل يتلاشى بإنقاذ مزيد من الأرواح؟ طبعا هذا من الزلزالات
ماضية، هناك أناس حتى خرجوا من تحت الأنقاض بعدما حدث الزلزال 14 يوم، وما زال هناك أمل موجودة، وحتى نحن الآن في صدد 1:38 ساعة، والآن يستمر إنقاذ الأرواح من تحت الأنقاض، وهناك نحن في صدد البحث والإنقاذ، كل الفرق يبذلون الجهد الرائع جدا. هناك أيضا يوجد تساند من 99 دولة من خارج تركيا، هناك يوجد فرق كثيرة، وما زال أيضا يأتون حتى يساند في عملية البحث والإنقاذ، لأن حتى الآن هناك يستمعون السمع تحت الأنقاض مع الأجهزة، حتى هناك ربما يوجد أماكن أخرى الناس ينتظرون إخراجهم، والآن نحن ما زال في صدد هذا المرحلة. وأنتم كهيئة إغاثية، ما أبرز الصعوبات التي واجهتموها في إطار عملكم، يعني في إطار إنقاذ هؤلاء الأشخاص العالقين تحت الأنقاض؟ طبعا أن هناك هذه العملية ليست سهلة جدا، لأن الأنقاض والبيوت ليست صغيرة، وهناك نحن نتحدث المباني ربما يصل إلى 14 أو أكثر طوابق، وطبعا هناك ربما أيضا نحن نشاهد أن هناك في هذه العملية فيه خطورة موجودة ومستمرة، وطبعا الجو نحن في الآن في صدد في موسم الشتاء، والبرد قاسي جدا خاصة في الليالي، وأنتم لا تستطيعون في هذه العملية التوقف، عليكم أن تستمروا ولا تتركوا، لأن هناك أنتم تعرفون الناس ينتظرونكم، وكل الفرق بكل هذه الصعوبات يستمرون بقوة بشدة القوة، وعندهم طبعا كلما يسمعون أو يصلون إلى أرواح حيا، وهم هذا يكون عندهم القوة، ومباشرة أيضا يستمرون عملهم. وطبعا هناك خاصة يوجد مساندة كبيرة جدا مع كل الفرق من كافة العالم. نعم، بالإضافة إلى عملية الإنقاذ من تحت الأنقاض، هل تتابعون أوضاع أولئك الذين فقدوا منازلهم أو وقعت منازلهم؟ كيف أو فيما تتمثل خططكم؟ طبعا كيف لا، الناس دائما ينتظرون، إذا هناك أي أحد عنده أقارب تحت الأنقاض لا يترك هذه المنطقة، وكلهم ينتظرون ويتابعون، ومع ذلك أن هناك يوجد المتابعة قوية من طرف الحكومة، وحتى لكل من يخرج من تحت الأنقاض حيا أو موتا هناك يوجد متابعة قوية جدا، لا يتركون فقط إلى أقاربهم ويتابعون، أيضا هناك يوجد تنسيق عالي جدا في هذا المجال. وطبعا هذه المناطق ليس سهل الدخول والخروج هناك، وأيضا يوجد متابعة هناك، وطبعا أيضا هذه المناطق يوجد حالة الطوارئ، وهذا هناك يوجد متابعة قوية جدا في هذا المجال. نعم، أرجو أن تبقى معنا لمواصلة النقاش. سيد أمرا كايا، سنعرض بعض التفاصيل الإضافية ونعود إليك بعد قليل لمواصلة الحديث. إذا أزمة جديدة تنضاف لقائمة المآسي التي تسبب فيها زلزال تركيا وسوريا، حتبت الحديث اليوم حول مآسي وأزمات ما بعد الزلزال. إذا حسب آخر الأرقام، يقدر عدد المتضررين من الزلزال بقرابة 26 مليون إنسان يعيشون ظروفا صعبة بلا مأوى ولا ماء ولا كهرباء، بينما تعبر منظمة الصحة العالمية عن خشيتها من أن يفقد عدد من هؤلاء حياتهم، في حين يجلس الناجون على الركام ينتظرون الانتهاء من إحصاء القتلى والعثور على الجثث ودفنها. تجاوز عدد المتضررين من الزلزال في تركيا 15 مليون إنسان وفقا لمسؤولين أتراك، في حين تقول الأمم المتحدة إن نحو 11 مليونا تضرروا من الكارثة في المناطق الشمالية الغربية سوريا، على غرار حماة ولاذقية وإدلب وطرطوس وحلب.
وتحولت كثير من المنازل في المنطقة التي ضربها الزلزال إلى مهدمة بالكامل أو متصدعة غير مناسبة للسكن أو ممنوعة حتى من الاستخدام حتى يتم تفحصها بشكل نهائي ويتم تقرير مصيرها وإمكانية استيعاب السكان فيها أم لا. ففي تركيا مثلا أعلنت السلطات انهيار أكثر من 7000 مبنى في الولايات العشر التي تأثرت بالزلزال، كما انهار عدد غير معروف من المنازل في شمال سوريا. الأزمة زادت من معاناة اللاجئين في المناطق التركية وخاصة السوريين الذين قدرت أعدادهم بأكثر من 1,700,000 لاجئ سوري من بين 15 مليون متضرر في هذه المناطق. منظمة الصحة العالمية حذرت من أزمة موازية، حيث بدأت تطال بعض الأمراض الفتاكة برأسها، بدأت تطل هذه الأمراض بين الذين شردهم الزلزال مثل الكوليرا أو أمراض الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى الصدمات النفسية العميقة. ودعت المنظمة إلى توفير مساعدات عاجلة لهم للتكيف مع ظروف ما بعد الكارثة حتى لا يواجهوا مصيرا غير محمود. ومن هذه المآسي التي عقبت الزلزال إلى مشكلة أخرى، وفي جانب آخر حيث يقوم متطوعون سوريون ببناء مقابر جماعية للعديد من الضحايا المجهولين في أعقاب الزلزال الذي أسقط آلاف القتلى وسط نقص في أعداد المقابر. متابع. أصبحت مقبرة بلدة جندريس السورية التي ضربها الزلزال شاهدا على ذاكرة الضحايا المجهولين. هنا في هذا الفناء الواسع يرقد أموات ضحايا الزلزال بسلام، يتقاسمون المكان متلاصقين في مقابر بناها متطوعون سريعا في أعقاب الزلزال، ويشاركون الموتى وحدتهم. منهم من يقرأ الأدعية، ومنهم من يطوف حول شواهد القبور يدعون لمجهولين لا يعرفونهم. نحن من مخيمة عزاز يا زباغ الجبل، وعم نجي هون نساعد الناس، عم نطلع ما في لا يد عاملة، ما في حدا عم يساعد الناس، عم تجيني أطفال مجهولة، ما في حدا عم يقبر، ما في حدا عم يحفر. عم نجي نحن من مخيات نتجمع شباب 20 شاب، عم نجي بنحفر هون، شوفت عنكم عم نشتغل نساعد هالناس. صار بحدود كل يوم ندفن 50-55 شخص، هاي الأعداد كل يوم، يعني هاي بشكل يومي عم نحفر وندفن شيل 50-55 جثة باليوم. هذه الجهود الفردية تأتي في ظل نقص أماكن دفن الضحايا الذين سقطوا في الشمال السوري، وتكدست عشرات الجثث في شاحنات صغيرة في انتظار دفنها وفق ما كشفته صحيفة الغارديان بريطانية. كثير ناس عم تجي، أطفال مجهولة ما حدا بيعرف عنها شيء، أساميهم كذا، عم نكتب هالمجهولين وعم ندفنهم ولا لهم حدا ولا أهليتهم ولا في حدا، عم ننشرهم طبعا، ننشرهم على المجموعات ولا على سوا على اللي حدا يلاقي يجي على قبره. ومع الارتفاع المضطرد لضحايا الزلزال وصعوبة وصول المساعدات الدولية للشمال السوري بين إغاثي وإنساني، أصبح الاحتياج للمقابر والتعرف على الضحايا أملا جديدا. نعود الآن لمواصلة نقاش مع ضيفنا من اسطنبول السيد أمراكاية، نائب ورئيس ومسؤول العلاقات الخارجية بهيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات IHH. شكرا على انتظارك معنا. إلى أي مدى أنتم ما زلتم في حاجة إلى مزيد من تدفق المساعدات حتى تتمكنوا من الاستجابة المتواصلة وإغاثة الناس هناك؟ طبعا الآن نحن نتحدث عن كارثة ربما هذه المناطق لا يراها منذ 100 سنة، وأيضا الإحاطة المنطقة ليست سهلة. نحن نتحدث عن 10 المدن، وكمتر مربع هذا كبير جدا، وأيضا نحن نتحدث عن 13 مليون حتى إلى 16 مليون شخص يتأثر من هذه الأزمة، وهذه الأزمة لا يسع جهدها أي دولة في العالم، أنه هو على وحده وعلى كوادره وعلى أشخاصه يتحمل هذه الأزمة. وهناك طبعا ضروري أن يكون هناك المساندة الدولية، شيء ضروري جدا، والآن نحن نشاهدها في عملية البحث والإنقاذ، هناك جهد عالي، وأيضا طبعا الآن نحن في صددها، ومع ذلك أيضا هناك في نفس الوقت يوصل المساعدات الإنسانية من طرف
المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية عبر مؤسسات المؤسسات الغير الحكومية أو الحكومية. وطبعا هناك أيضا يأتي الإيصال المساعدات إما عينيا أو إما نقديا من كافة الدول العالم. وهنا نحن نرى أيضا التوجه كبير العالي جدا، إما من مناطقنا المجاورة أو من أماكن بعيدة. هناك الكل صارت كل يوم يتحدثون عن هذه الأزمة أو عن هذه الاحتياجات. نعم، ولكن المساعدات الدولية التي تدفقت إلى الآن هل كانت كافية؟ لا نستطيع أن نقول هو حاليا كافية، حتى لأن هناك يوجد المناطق كبيرة جدا وينتظر التأهيل وربما التأهيل والترميم وأيضا أو الأمور الإنشائية. لأن الآن الناس حتى بدأوا أن يخرجوا من هذه المناطق، وطبعا الآن هناك يوجد المدن يحتاج إنشاء جديد أو مرة أخرى. وحتى هناك ربما أيضا أنتم سمعتم هناك يوجد قرارات جديدة جدا، مثلا على سبيل المثال الرئيس أردوغان أعلن أن هناك الجامعات يستمرون دراساتهم عن دراسة عن بعد، وكل السكن يكون فارغا ويستقبل هذه الأسر وهذه العائلات حتى ينزلون إلى هذه الأماكن الفنادق أو هناك أي بيت هناك الفادي في مناطق المجاورة. الناس سينزلون بعدما أيضا هناك يقام الخيام والكونتينرات حتى الناس يلجأ إلى هذه المناطق واضح. والأماكن واضح. نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا من اسطنبول، سيد أمركايا، نائب رئيس ومسؤول العلاقات الخارجية بهيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات IHH.